قد نقرر أن نمضي في درب الحياة بمفردنا لسبب أو لآخر، ثم فجأة وعلى غير انتظار يهدينا القدر أشخاصا يظهرون في حياتنا من حيث لا زمان ولا مكان، لنكتشف أننا أهم ما في الكون لديهم. ورويدا رويدا يصبح للوجود معنى مختلف ويكتسي بلون الربيع وعبيره. ستكون ردة فعلنا إن كان أمانهم يتعارض مع رغبتنا في أن نأتمس بوجودهم ودعمهم والشعور بالسعادة لصدق مشاعرهم؟ نتسامى فوق رغباتنا من أجلهم، من أجل أمنهم وأمانهم، من أجل سلامتهم، أم أن شدة الضغوط من حولنا قد تنتصر لرغباتنا بل لأنانيتنا؟ هذا ما سوف تجيب عنه الأحداث في أما بعد، الحلقات القادمة من حكاية روز. حكاية روز دراما واقعية، حلقة من حلقات الصراع الأزلي بين الحق والباطل، بقلم ورواية الأستاذة الدكتورة إيمان أحمد زكي، أستاذ طب الأطفال كلية الطب جامعة عين شمس. مساء الخير مرة تانية لكل متابعي حلقات حكاية روز
على حسابات الخاصة بالأستاذة الدكتورة إيمان أحمد زكي على تويتر، سبريكر، أنكر واليوتيوب. هذه هي القنوات الشرعية الوحيدة المسموح لها أن تذيع البث الصوتي المباشر الذي تقوم به الأستاذة الدكتورة إيمان لإنتاجها الأدبي أو العلمي أو تغريداتها التي تقوم بوضعها على تويتر. كل من خالف ذلك يخالف القانون، سواء كان السارق أم من يتعاملون معه. سبق أن حذف الأوهام جزءا من الحلقة التي وضعتها على سبريكر، كانت مدتها 5 دقائق، وقمت بإعادة تسجيلها مرة أخرى في الحلقة التي تليها. اليوم الحلقة بالكامل تم حذفها من على سبريكر، موجودة كلينك ولكن تم عمل إعادة تسجيل على التسجيل، بحيث حذف كل ما ذكر بالحلقة. وقد أعدت تسجيل الجزء الأول منها في الحلقة التي سوف أعنونها برقم 37 من حكاية روز، وهذه الحلقة سأضع لها عنوانا رقم 38، أو الحلقة رقم 38 من حكاية روز. وسأحتفظ من الآن فصاعدا بكل الحلقات على هارد درايف خارج من التطبيقات بالكامل، لأنهم يهكرون جميع أجهزتي ويتصرفون كما قلت لكم كأنهم أنا، يقومون بحذف ووضع والتصرف كأني أنا بالكامل. وقد تقدمت لكل السلطات لحمايتي وحماية حقوقي وأمني وأماني وحريتي الشخصية، وحتى الآن لم يحدث أي تحرك لتوفير الحماية لي ولإيقاف هؤلاء الخارجون عن القانون عما يفعلون. أتمنى من كل قلبي أن يلقوا عقابهم في القريب العاجل، وإن لم يحدث فسأحتفظ بحقي، ربما في يوم من الأيام أحصل عليه، وإن لم يحدث في الدنيا فأنا على ثقة ويقيني بالله، يقيني وحسن ظني به أني سوف أقتص من هؤلاء يوم القيامة جميعهم وجميع من عاونهم. نعود الآن لسرد الحلقات، وأحب تكرار الملحوظة كنت قد سجلتها في الحلقة المحذوفة، ولكني لم أنوه عنها في الحلقة التي أعدت تسجيلها، فأحب الآن أن أعيد التركيز على هذه النقطة، وهي أن من على رأسه بطحة بتبقى واضحة، وأن التأثير الغير عادي للحلقات التي بثت بصوتي جعلت أوهام يترنح ويقوم بأفعال لم أكن أتوقع برغم علمي بحماقته وغباءه وغروره أنه سيقدم عليها. فقد أشار بما لا يدع مجالا للشك أنه من يقف خلف كل هذه الأشياء ووضع بيديه تصديقا على كل حرف جاء بها. نعود الآن لسرد الحلقات. ردت روز على العصفورة رقم 2 وقالت لها: مش عارفة أقولك إيه، فعلا شيء غريب صعب تخيله. الناس دي كانت قدامنا بتظهر بشكل تاني خالص، سهل قوي يخدعوا أي حد، اللي ما يعرفهمش يصدق إنهم ولاد ناس وبيتصرفوا بطريقة محترمة، لكن صدق اللي قال من برا هلا هلا ومن جوه يعلم الله. عموما ربنا يكفينا شرهم، انا خلاص سبت كل الاماكن اللي هم فيها، يمكن بالوقت يشوفوا لهم لعبه تانيه يعملوها ولا حاجه تانيه تشغلهم. ردت عصفوره رقم 2 وقالت لها: ارجوكي يا روز خلي بالك من نفسك، بلاش تفتكري ان الموضوع تافه وان الوقت هينهيه، انا مش عايزه اخوفك بس بجد انا قلقانه عليكي جدا، انت اللي زيك بقى قليل قوي وسهل قوي يتأذي، مش عارفة أقنعك إزاي إنك تحتاطي. روز ردت عليها وقالت لها: أنا اللي مش عارفة أشكرك إزاي، أنت عملتي حاجات عشاني ما عملهاش ناس قريبين مني قوي،
أنا هعمل اللي حاضر عليه والباقي على الله. وانتهى اللقاء بينهم على كده، على وعد بالتواصل إن جد جديد. حدث بعدها أن تعرضت روز لمتاعب صحية شديدة استدعت دخولها المستشفى، وفي خلال 3 أشهر أجريت لها عمليتين جراحيتين. ابتعدت خلال هذه الفترة عن كل ما له علاقة بالسوشيال ميديا وأصدقائها. أهدولها الأغنية دي اللي أنا فعلا بحبها جدا. لازم أقول إن المرض تجربة فريدة، تجربة إنسانية فريدة، ولما بيكون المريض طبيب التجربة بتزداد ثراء. وأنا أعتبر إن ربنا أنعم علي بالنعمتين، سواء كانت المرض أو الطب، الاتنين عملوا تأثير كبير جدا في تكوين شخصيتي. ودلوقتي بعد اللي بيحصل لي أنا اتأكدت إن دي نعمة كبيرة من ربنا، لأن الناس اللي فاضية من جوه ما وراهاش إلا إنها تضرب في اللي زينا. والحقيقة أنا طول عمري زي ما حكيت لكم قبل كده كنت بعيدة عن أي ضوء، وما بحبش الظهور بتاتا، وما بتكلمش عن نفسي أبدا. حتى هواياتي كنت بكتب لنفسي وبرسم لنفسي، إلا من بعض معارض أنا عملتها بعد ما حدث لي في الحلقة اللي أنا حكيت لكم عليها بتاعة 5 مايو. الفترة اللي بعدها أنا عملت كذا معرض، لكن بعد كده وقبل كده كل الرسومات كنت بحتفظ بيها لنفسي، وكل الكتابات كنت بحتفظ بيها لنفسي. كانت أشياء بتسعدني فقط، ولم أكن أرغب في أن يشاركني فيها أحد أبدا. ولكن الظروف اضطرتني لكده. والحقيقة أنا ما كنتش أتصور، وأنا دايماً بقرأ عن أعداء النجاح إن في حاجة بالشكل ده، ما كنتش أتصور أبداً إنه شخصية زي شخصيتي أنا ممكن تستدعي خصومة من واحد زي الجينيا بيج. لم أكن أتخيل في يوم من الأيام أن واحد بهذه المواصفات ممكن أن يفعل ما فعله ضد أي حد أصلاً
وأن يكون هذا الأحد هو أنا. هذا آخر ما كنت من الممكن أن أتخيله. كما قلت لكم، كنت أتصور عندما أرى شيئا كهذا في الدراما أنه شطحات خيال مؤلف أو مخرج، وأنهم يبالغون لاستدرار عواطف الناس واللعب على مشاعرهم، إلا أنني قد اكتشفت أن الحياة أكثر درامية من أكثر أو أشد أي ميلودراما سمعت عنها من قبل. عندما كنت أرى الأفلام أو المسلسلات التي كانت تقوم ببطولتها بالذات عبلة كامل وفردوس عبد الحميد، كنت أضحك وأقول أنهم يريدون استفزاز الناس أو تقلبهم على المجتمع أو تشويه صورة القانون أو الشرطة في أذهان الناس. لكني في الحقيقة لم أكن أتخيل أن هذه الأحداث ممكن أن تحدث، وأن يكون هناك من لديه نفوذ بهذه الطريقة، وأنه يستطيع أن يفعل ما يفعل وأن يمر بلا عقاب. لم أكن أتخيل أن الشر بهذه الكثرة، بهذا الاستشراء، بهذا الجبروت. ربما أراد الله بها شيئا لم أعلمه حتى الآن. إنه ابتلاء شديد، وأشكر الله من كل قلبي أنه قد أعطاني القوة لأقابله، وأنه قد أهداني بمن أكدوا لي أن الدنيا بخير. مهما اشتدت الظلمة من حولنا، سيبعث الله لنا من يرينا الضوء وسط الظلمة، ويجعلنا نوقن أن لكل ظلمة نهاية. الشمس ستشرق من جديد، سواء كنت أنا على ظهر الدنيا أم لم أكن، وسينال هذا الأوهام وكل من عاونه عقابه العادل، سواء أنا كنت لسه على قيد الحياة أم لم أكن. هذا يقيني وهذا حسن ظني بالله. وإن اعتقد أحد أن هناك ظالم سيفلت بظلمه فهو يسيء الظن بالله. دعونا نكمل الآن سرد الحلقات. قبل أن أعود للسرد، تذكرت موقفا أحب أن أقوم بتسجيله، وقد سجلت موقفا مشابها في الحلقات الأولى من حكاية روز. في مرة من المرات التي كنت فيها في المستشفى، وقد تم حجزي في المستشفى عدة مرات كثيرة، وأجريت لي العديد من العمليات الجراحية، وكانت هذه إحداها. قام أحد الطلبة بزيارتي، طالب كنت أقوم بالإشراف على رسالته في الماجستير، وكان قد حصل على عقد عمل وذهب إلى أحد البلاد العربية للعمل هناك. وعندما عاد بإجازة سأل عني ليشكرني على ما تعلمه مني واستفادوا مني في فترة ما كنت أقوم بالإشراف على رسالته، فعلم أني مريضة فذهب لزيارتي بالمستشفى. هذا الطالب عندما زارني قال لي كلمات أقدرها كثيرا، وهي ربما في هذه المرحلة من العمر تكون أغلى ما يمكن أن يحصل عليه عالم ومعلم. لا داعي للتفاصيل حتى لا اعتبرها أحد نرجسية أو شكر في نفسي، لكن هقول بس معلومة واحدة. إن الطالب ده قال لي إيه؟ قال لي يا دكتورة إيمان، لما كنت هناك أنا عملت لحضرتك عمرة، وكنت جاي عشان أقول لحضرتك إني عملت لحضرتك عمرة ودعيت لك هناك. أنا لسه بشكر الطالب ده زي ما شكرت زميلته اللي جات لي المرة الأولانية في المستشفى اللي حكيت لكم عنها. وهي دي الحقيقة في المرحلة اللي احنا فيها دي من العمر، هي الحاجات اللي الواحد يسعد بيها جدا، ويمكن هي اللي تبقى له. خلينا نكمل الأحداث. عادت روز بعد العملية الجراحية الأخيرة، وقامت بعمل أكاونت جديد ليس فيه أي من كانوا في الجروبات السابقة التي شملت أوهام وشلته.
وحدث بعدها الكثير من العلامات التي تؤكد تهكير الأجهزة، وقد سردت لكم بعضها، ربما نعود لها بالتفاصيل في الجزء المعنون ختم الكلب. روز وهي بتكتب المدونة قالت إنها في الجزء ده هتحب تركز على النقاط المضيئة اللي شافتها في حكاية روز، وتجسدت في وجود العصافير التلاتة والأستاذ فارس نبيل. وطبعا الأستاذ فارس نبيل ما ينفصلش عن زوجته الراحلة الأستاذة أفكار وبناته التلاتة اللي أنا هرمز لهم في الحلقات بأسامي ضحى ربا وسهى. وأكد على أن كل التفاصيل اللي هذكرها عنهم ملهاش أي علاقة بالواقع، حتى لا يستطيع هذا الأوهام الذي يثبت كل يوم أنه شديد الخطورة وأنه لا يمكن التنبؤ بماذا إجرامه وماذا سوف يقوم بفعله، حتى لا يظلم أحدا ممن قد يحدث بالصدفة أي تشابه مع ما سوف أذكره، ما أذكره ليس له أي علاقة بحقيقة هذه الشخصيات، ما حدث بيننا فقط هو الحقيقي، أما كل الظروف التي سأسردها تدخلت فيها دراميا ليصعب بل يستحيل أن يصل لهم هذا الأوهام ومن معه. روز اتقابلت عدة مرات مع العصافير الثلاثة بعدها، بعد ما قطعت كل صلاتها بالدوائر المحيطة بالمدعو أوهام، لم تمتنع روز عن لقيا العصافير التلاتة إلا عندما قررت إبلاغ الجهات الأمنية، فقد كانت تدري مدى الخطورة التي قد يتعرضن لها، إنما إلى علمي بأي شكل من الأشكال أنهن كن مصدر المعلومات التي حصلت عليها لحد ما أبلغت السلطات. أهم ما ميز العصافير التلاتة في صداقتهن مع روز هو الود الصافي وانعدام شبهة أي مصلحة أو أي نفاق. وزي ما قلت لكم أنا في البداية كنت متوجسة إنه ممكن يكونوا بيبلغوا أو بيتهيأ لهم، لكن الحقيقة أنا استنيت 4 سنين كاملة وأنا بلاحظ وبرقب كل شيء ممكن يمت الصلة لهذا الجنية بيج، حتى وصل إلى علمي أنه وصل إلى العمارة، وسنسرد التفاصيل في ختم الكلب. سأذكر لكم حادثة واحدة فقط تقريبا واكبت فعله ببث مباشر من شقتي كما علمت بعدها. لو تتذكروا من 3 سنوات ظهر فيلم في الأسواق لممثل يدعى سامح حسين، كان عنوان الفيلم بث مباشر. هذا كان التوقيت الذي وصلني فيه أن أوهام بدأ البث المباشر من شقتي بالتعاون مع الأتباع الجواري والعبيد الذين استأجرهم وقام بالدفع لهم أموالا طائلة حتى فعلوا ما فعلوا. المهم التفاصيل ستأتي في ختم الكلب. هذا الفيلم تقريبا حدث في نفس التوقيتات، بعد ما قالوا لي هذه التأكيدات قعدت لمدة 2 شهر ابتديت أطفي التلفزيون وما اسمعش راديو وأخلي دايما ودني مع اللي حواليا، ربطت العلاقات جيدا جدا وتأكدت بما لا يدع مجال للشك. المكتب اللي فوق، المحل اللي كان تحت قبل ما يبقى تبع أوهام بالكامل، وأنا هسرد لكم التفاصيل اللي سبق كتابتها بالكامل، لكن الحقيقة تأثير الحلقات لا يقارن بما كتب. أنا على مدى 2 سنين كتبت التغريدات ولم أتوقع بأي حال من الأحوال عندما قررت بث الحلقات صوتيا أن يكون لها هذا التأثير مطلقا. وأنا أحمد الله لأني عملت الفخ اللي هو أني عملت بوست وركبته على الصفحة شبكته، وقلت أن أي حد عايز ينتج الحلقات يتصل بيا، لأني عارفة أن أوهام هيسرقها، هيسرق كل الحوارات اللي فيها وكل ما فعل كما سرق كل ما سبق، فحبيت أقطع عليه الحاجة إن أنا أثبت إني على استعداد
ان اللي عايز يعملها بدل ما يعملها بالسرقة، وكنت متأكدة انه هيمنع الجميع انه يقرب عشان هو اللي يستفيد. والآن ابتديت اجمع معلومات عن افادته برغم كل امواله الطائلة، لكن هذه النوعية لا يملأ عنها الا التراب. المهم اني عندما فعل ذلك استمريت مدة، ثم قررت ان اقوم انا بالبث. والحقيقة انه كان احسن قرار انا اتخذته، لاني اعتقد على يقين، ليس اعتقاد، انه يقين، انه لم يكن احد سيستطيع ايصال صدق ما مررت به كما افعل انا. النوعية اللي زي اوهام يمكن تخلينا نيأس من الدنيا ونحس ان احنا عايشين في غابة، لكن الحقيقة ان وجود ناس زي العصافير الثلاثة والفارس النبيل وبناته وزوجته الراحلة يعرفونا دايما ان في وسط الشدة ربنا هيبعت لنا اللي يخلينا نثق ان الدنيا بخير. وسبحان الله ممكن يكونوا ابعد الناس عننا، او يمكن ناس ما تخيلناش وجودهم في الدنيا من اساسه. في مرة من المرات عصفورة رقم 2 قالت لروز لو المذكور عرف مين اللي حواليه زينا هتجيله صدمة، يمكن يعد صوابعه بعد ما يسلم على اي حد فيهم، لكن من حسن الحظ انه مطمن جدا للي حواليه، مطمن انهم مخلصين له جدا. اياميها ما كانتش عارفة انه بيشتريهم، زي ما قلت لكم اياميها كانت فاكرة ان اوهام جرائمه اخلاقية فيما عدا تهكير الاجهزة اللي كانت تضح بما لا يدع مجال للشك، وسرقة الحاجات العلمية والحاجات اللي كانت بتحطها على الصفحة على اجهزتها. فقالت لها احنا بنضحك وبنقول ان بينهم حاجة بيسموها عهد المدمنين، هو فاكر ان محدش ممكن يفتن عليه لكنه موهوم. ضحكت روز وقالت لها عهد مدمنين، تعرفي ده تعبير غريب جدا، ما علينا، ياما في الدنيا من عجايب. دخلت عصفورة رقم 1 في الحوار وقالت صحيح فعلا، ده في واحد من المجموعة اللي حواليه مرة اتكلمت معانا وقالت لنا حرام عليكو، ايه اللي بتعملوه فروز ده، بتمشوا وراه بتاع ايه، هي عملت لكو ايه لكل ده. طبعا احنا عملنا نفسنا ولا هنا، لانه زي ما في ناس بتكرهه ومش طايقينه في جواسيس، والله اعلم اللي قال لنا كده كان جاسوس ولا فعلا زينا، احنا يوميها عملنا نفسنا مش فاهمين حاجة وكأننا ما سمعناش اي حاجة. والحقيقة انا اتأكدت من كده دلوقتي، لانه زي ما شارك كل الناس دي علشان يخليهم يستهزئوا بكل ما توصل إليه من كل ما يريد أن يسب به روز وكل من يحيط بروز، أنا تأكدت أن من وسطهم ناس كشفينه على حقيقتهم، إذا كان بيديهم فلوس أو بيديهم عظمة عشان يستهزئوا بي أو بكل اللي حواليا. فأنا بلا فخر بستخدم اللي هم بيعملوه وبيستهزئوا بيه فيه من غير ما أعمل أي مجهود، جاست هم بيلقوه في سكتي وأنا باخده وبحطه عندي في التغريدات. فلا شكر لهذا الأوهام ولا لأتباعه على ما يفعلون، فهم يأكلون بعضهم البعض كما تأكل النار الخشب. روز تأملت ما يقولون وهي في عجب وقالت قد إيه سهل الناس تتجمع على الباطل، قد إيه سهل يمشوا ورا واحد يقول يمين ويقول شمال كأنهم قطيع، لكن أرجع وأقول اللي زيكم بيديني إحساس إن الدنيا ليها معنى وإن لسه بخير. مش قادرة أوصف لكم إحساسي مرة تانية بيكو وبخوفكم عليا، حقيقي ما كنتش متخيلة إن ممكن يبقى فيه ناس زيكو. ردت عصف 2 وقالت لها يا روز القبول والمحبة الصافية دي هدية من عند ربنا، وإحنا بس حطينا نفسنا مكانك، واللي مرضناش بيه لنفسنا مرضناش بيه ليكي. أدي كل الحكاية، في ناس اختارت تتريق عليه، اللي بقى يتريق عليه بالأغاني بطريقته، مرة يقول له يا عيني على اللي حب وما طالش، والتاني يقول له يا حبيبي تعالى الحقني شوف اللي جرالي، والتانيين يعيطوا عشانه شوية، وحبة بتشجع وشوية ساكتين يقولوا يتفرجوا وخلاص. بس يا روز أنا متأكدة أن في ناس زينا ومعرفتش توصل لك، أدي كل الموضوع، كل شيء له معاده
وليه ظروفه. ردت روز وقالت لهم انتم كفايه عليا، انا مش محتاجه ناس كتير، الحكايه مش عدد في الليمون، انا طول عمري بساعد اللي حواليا وبعمل كل اللي اقدر عليه، قليل او كتير هو كل اللي ربنا قدرني عليه. في ناس ما افتكروش اي حاجه من اللي عملتها عشانهم، لكن كتير في ساعه الشده بلاقي ربنا بعت لي ناس يمكن ما كنتش اعرفهم خالص، وقفوا جنبي في كل مره انا احتجت فيها لحد يكون واقف جنبي. تركتهم روز بعد لقاء طويل اسعدها كثيرا، واتفقوا على اللقاء من جديد مع عدم الحديث عن اوهام وشلته حتى لا يفسدوا تجمعهن الا عند الضروره. ومضت عده اسابيع على هذا اللقاء. طبعا انا قلت لكم انه بدءا من الحلقه السابقه انا ساضع بالحلقات الاغاني التي اختارها على الاسس التي شرحتها في الحلقه السابقه، فكل ما ساستعين به من اغاني هي اغاني انا التي اخترتها وليس لها اي علاقه بالمدعو الجينيا بيج. الحقيقة من المطربين اللي أنا بحب أسمع أغاني كتير قوي ليهم الأستاذ هاني شاكر، وأنا بشكره على موقفه من المهرجانات الحقيقة، وبقول له يا ريت يستمر لأنه كنقيب الموسيقيين وواحد من الناس اللي عصروا زمن الفن الجميل، إحنا عندنا أمل كبير أنه يحسن الجو اللي موجود في الوسط الآن ويحاول يخلي العملة الجيدة هي اللي متوفرة أكتر بكتير من العملة السيئة. زي ما قلت لكم الممنوع مرغوب، إحنا مش هنقدر نمنع أي حد يقول أي حاجة، لكن كل ما تواجدت السلعة الجيدة والعملة الجيدة هتطرد العملة السيئة بالوقت، والناس هتلاقي حاجة تسمعها بدل ما يبقاش حواليهم إلا كل غس الذي يقف وراءه الأوهام ومن على شاكلته. المهم أنا هستعمل كتير قوي أغاني للأستاذ هاني شاكر، ساعات زي ما قلت لكم أني معجبة باللحن بالكلمات برقة الكلمات، وساعات لأن ليها مناسبة خاصة، ولما يكون ليها مناسبة خاصة أنا هقول لكم على المناسبة في أثناء اختياري للأغنية. في يوم من الأيام فوجئت روز بالأستاذ فارس نبيل يزورها مجدداً بمكتبها ورحبت به، ولكنها لاحظت أنه يبدو نحيلاً ومرهقاً هذه المرة، والحزن العميق يكسو ملامحه. قبل ما أقول روز عملت إيه سأعيد جزء تم ذكره في الحلقة التي حذفت.
أنا في التغريدات والمرة الأولانية ما تكلمت على الأستاذة أفكار في الحلقات يا دوبك ذكرت حاجة بسيطة عن الموضوع، لأن التغريدات ما كانتش أكتر من 3 تغريدات أو 4 وما دخلتش في التفاصيل. لكن جات لي أسئلة ساعتها، هل الأستاذة أفكار ما حستش بأي غيرة أو ما ضايقهاش الكلام اللي قاله الأستاذ فارس عليك ليها؟ الحقيقة هذه السيدة كانت سيدة أنا أعتقد أنها من النوادر أن يكون موجود زيها، كانت سيدة ذات رزانة وطريقة محترمة جدا في التفكير، ومن النوع الذي يتحدث بما في داخله بدون أي مواربة ولا ارتداء لأي أقنعة. هي لما جابت بناتها وحضرت مع الأستاذ فارس في تاني مرة كانت في المكتب، التفاصيل مش مهمة بتاعة اللقاء، المهم اللي حدث جواه. يعني اللقاء كان طويل، كان قرب 3 ساعات أقل كثير قليلا أو أكثر قليلا، المهم يعني اتكلمنا في حاجات كتير قوي قوي، وقالت لي إنها ما بتحبش السوشيال ميديا وملهاش فيها ولا هيفتها. لكن لما زوجها تحدث عني بكثرة حاولت تشوف الصفحة وهو وراها لها، ما لقيتش أي صور ولا أي حاجة. وأنا ذكرت إني في الوقت ده ما كانش لي أي صور على الإنترنت، أكثر من صور أو 2 كنت بديهم للناس إن بيرسون، وكانت موجودة في بعض الحاجات العلمية فما كانش فيها مشكلة، كانوا الناس بس اللي بيتوجسوا خيفة من إن يكون حد شخصية مختلقة أو حاجة. في التوقيت ده كانت السياسة تغي عن الموضوع، وكان في دايما توجس من الناس اللي حوالينا، فكنت بس بطمنهم إن أنا شخصية حقيقية وإن دي صورتي. المهم لما قعدت اتكلمت معايا فبقالت لي أنا لو كنت شفت صورتك يمكن كنت تخيلت الموقف وما كانش يبقى عندي شك في الموضوع. وقالت لي إنها بتحترم زوجها جدا وتقدره، لأنها عارفة إنه ذو أخلاق وإنه لو كان يعني بيحس بأي حاجة حتى لو كانت مستهجنة كان هيجي ويحكي لها. المهم لما اتكلمت معايا قالت لي إنها خلاص المشاعر اللي هي كانت قلقانة منها دي راحت منها بالتأكيد، وإن هي اطمنت أكتر وعرفت إن جوزها عنده حق في الإحساس اللي جاله من متابعة الكلمات اللي على الصفحة. المهم اللقاء خلص على كده، ودي بس رد بسيط عن السؤال اللي كانت سألي قبل كده بدون تفاصيل، التفاصيل كثيرة قوي ولا داعي لذكرها. المهم روز سألت الأستاذ فارس عن سبب حزنه، فقالت له حضرتك يا أستاذ فارس شكلك تعبان قوي عن آخر زيارة حضرتك جيت لي فيها مع أم البنات. فدمعت عين أستاذ فارس ورد مراتي تعيش انتي، جالها سرطان لم يمهلها سوى 10 أشهر قاست خلالهم كثيرا حتى اختارها الله لجواره. أنا سأهدي هذه الأغنية للأستاذ فارس احتراما لذكرى الأستاذة أفكار حرموا الراحلة. هي كانت إنسانة على خلق، إنسانة سهل قوي تسيب تأثير عميق في كل اللي حواليها، سابت فيها هذا التأثير من مرة واحدة، فما بالكم باللي عاشوها. اسمحوا لي أهدي لها الأغنية دي وأهدي لزوجها الأغنية دي.
في سنة تهدى الجراح وتنام وعمر جرحينا أطول من حولي. نتوقف هنا النهاردة. كانت معكم الأستاذة الدكتورة إيمان أحمد زكي، أستاذ طب الأطفال كلية الطب جامعة عين شمس، كاتبة وراوية حكاية روز، وعلى لقاء قريب إن شاء الله.